السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الثانوية العامة دفعة هذا العام 2024، الشعبة العلمية والشعبة الرياضية والشعبة الأدبية، طلبة وطالبات المرحلة الثانية والثالثة وكذلك طلبة المرحلة الأولى، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة. إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو سنعرف المؤشرات النهائية والكلام النهائي بالنسبة لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية، كمان برضو على السريع كده هنعرف موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية هيكون يوم امتى بالضبط، اقول لكم كل حاجة بالتفصيل. كمان هنعرف موعد بدء تقليل الاغتراب بعد الكلام الجديد اللي قلناه من حوالي ساعة او ساعتين تقريبا. كمان هنعرف برضو موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة، وقلنا طبعا المرحلة الثالثة خلاص هتكون على شريحتين. هنوضح برضو في يعتبر اخطاء حصلت يعتبر في تقدير الارقام انا قلتها، لكن لو حد تابع الفيديو الاخر هيلاقي ان انا رجعت الارقام صح مرة تانية. هقول لكم كل حاجة بالتفصيل. كمان في مفاجأة فجرها إحدى المواقع، وطبعا المفاجأة دي أنا هقول كل الحاجات بس على مسؤولية هذا الموقع. لكن بداية لو كنت طالب أولي أمر مهتم بأخبار التعليم وكمان بأخبار التنسيق ويهمك يصل كل أخبار التنسيق أول بأول، فريد تنزل فورا تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يصل كل الفيديوهات القادمة، وياريت تدعمنا بلايك الأقل للفيديو، وياريت لو قدرت تشارك الفيديو ده شيره بحيث تعم الفائدة. طيب في أقل من يعتبر 20 ثانية هنعرف يعتبر موعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية، وكمان بدء موعد مرحلة تقليل الاغتراب، وكمان بدء تنسيق المرحلة الثالثة عشان نبدأ في جميع المؤشرات لشعبة علم علوم وشعبة علم رياضة وكمان الشعبة الأدبية، وكمان نعرف المفاجأة اللي فجرتها إحدى المواقع، وقلنا ده كله هيكون على مسؤولية الموقع، هطلعكم على كل حاجة بالتفصيل. بالنسبة للكلام النهائي لموعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية إن شاء الله بإذن الله هيكون يوم الثلاثاء الموافق 27/8/2024 او الاربعاء الموافق 28/8/2024. يا مستر طب ليه انت قلت اليومين دول؟ لان النتيجه ان شاء الله باذن الله اخر يوم بالنسبه للتنسيق النهارده، الموقع هيقفل النهارده، لو النتيجه استغرقت 48 ساعه يبقى هتعدي ان شاء الله باذن الله يعتبر بكره، ويعتبر يوم الثلاثاء هيكون النتيجه ظهرت. لو النتيجه خدت 72 ساعه يبقى هتعدي الاثنين والثلاث، وان شاء الله باذن الله النتيجه ممكن تكون الاربعاء. وطبعا يعتبر وزاره التعليم العالي اكيد بالفعل متابعه قناه الابداع للبرمجيات، لان بتلاحظوا الكلام اللي احنا بنقوله بنحاول تعمل عكسه. قبل كده قلنا المرحلة تتمد ما مدوهاش، قلنا المرحلة ممكن ما تتمدش مدوا المرحلة، فممكن كمان ممكن تكون النتيجة يوم الخميس اللي هو الموافق 29/8/2024. ده بالنسبة لموعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية. بالنسبة لموعد بدء تقليل الاغتراب، الكلام النهائي اللي وصلني من الأستاذ صلاح السعدني اللي يوم ظهور النتيجة هيبدأ موعد مرحلة تقليل الاغتراب، هتبدأ في نفس يوم النتيجة. وارد يحصل كلام تاني، وارد الوزارة تطلع وتعكس الكلام ده وتقول لك النتيجة تاني يوم أو بعديه ب 48 ساعة أو ب 72 ساعة، لكن الكلام اللي وصلني كلام الأستاذ صلاح السعداني بيكون كلام موثوق وكلام أكيد. إن شاء الله بإذن الله لو النتيجة ظهرت يوم الثلاثاء هيتم بدء تقليل الاغتراب يوم الثلاثاء، لو النتيجة ظهرت يوم الأربعاء هيتم بدء تقليل الاغتراب يوم الأربعاء. على الارجح النتيجه ان ظهرت الخميس او احتمال النتيجه تظهر الخميس، يبقى موعد تقليل الاغتراب ان شاء الله باذن الله هيكون يوم الخميس. نجي بقى يعتبر لموعد بدء تنسيق المرحله الثالثه، خلاص يعتبر كلام نهائي، المرحله الثالثه هتكون على شريحتين، الشريحه الاولى هتكون للطلبه الناجحين اللي هم بتوع الدار الاول، وديت هتكون بعد مرحله تقليل الاغتراب. مرحلة تقليل الاغتراب بتاخد 5 أيام، لو بدأت الثلاث يبقى إن شاء الله بإذن الله المرحلة الثالثة الشريحة الأولى هتبدأ يوم الأحد زي النهاردة. لو النتيجة يعتبر ظهرت يوم الأربعاء ومرحلة تقليل الاغتراب بدأت الأربعاء، يبقى إن شاء الله بإذن الله نتيجة يعتبر موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة هيكون يوم الاثنين. لو على أقصى احتمال النتيجة ظهرت الخميس، يعتبر تنسيق المرحلة الثالثة هيبدأ يوم الثلاثاء اللي هو اللي جاي ده، اللي يعتبر اللي بعديه اللي هيكون تقريبا بداية يعتبر أو أواخر يعتبر شهر 9، لأن الأرقام مش معايا أو التواريخ مش معايا بالضبط. خلاص كده هيكون الثلاث ده اللي يعدي، اللي بعديه إن شاء الله متهيألي هيكون في يعتبر ممكن يكون شهر 9، يعتبر الأرقام مش معايا. طيب خلاص نرجع بس بقى كده للمؤشرات، مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية. هقول بالنسبة لشعبة علم علوم، بالنسبة لشعبة علم رياضة، وكمان هقول بالنسبة للشعبة الأدبية، وكمان هنذكر كل الكليات النظرية بالنسبة للثلاث شعب.
او خاصه لشعبه علم العلوم وشعبه علم الرياضه. بالنسبه للشعبه الادبيه تربيه تعليم ابتدائي خلاص كلام اكيد ان شاء الله باذن الله الحد الادنى هيكون من 65.5% في الماء. كليه تربيه طفوله الحد الادنى هيكون من 63.2%. كليه تربيه طفوله مبكره الحد الادنى هيكون من 64%. كليه اداب الحد الادنى هيكون من 64.8%. كليه حقوق انتساب الحد الادنى هيكون من 62%. وكليه دار العلوم الحد الادنى هيكون من 62%. كليه اقتصاد منزلي الحد الادنى من 59.8%. كليه السياحه وفنادق الحد الادنى هيكون من 59.8%. كليه خدمه اجتماعيه الحد الادنى هيكون من 57%. واخيرا كليه تربيه نوعيه فنيه موسيقيه الحد الادنى من 53%. نروح بعد كده يعتبر لتنسيق او شعبه علم الرياضه كليه الحاسبات والمعلومات ان شاء الله باذن الله هيكون من 81.58%. وارد هنا يعتبر ممكن الارقام دي تزيد خلاص كده عشان اكون صريح معاك وعشان مصداقيه القناه. بالنسبه لشعبه علم الرياضه اللي هي الارقام اللي انا هقولها دلوقت وارد ان هي تزيد بقى 0.5%، تزيد 1%، لكن انا كنت صادق معاكم وقلت لكم الارقام ديت هتزيد. حاسبات معلومات 81.58%، وارد اللي يعتبر ارقام تزيد عن كده. ذكاء الصناعي من 82.68%. كليه علوم من 71.21%. كليه ألسن من 73.9%. كليه اعلام من 72.19%. معهد فن صحي من 71.58%. نروح بعد كده للكليات النظريه بالنسبه لشعبه علم الرياضه. كليه اداب انتساب موجه يعتبر الزقازيق يعتبر من 60.73%، هتاخد من 249 درجه. كليه اداب انتساب موجه جامعه القاهره ايضا من 60.73%. كليه اداب دمياط من برضه 249 درجه، هيكون من 60.73%. كلية دار العلوم انتساب موجه بالنسبة لجامعة أسوان من 249 درجة، أي بنسبة 60.73%. بالنسبة لكلية آداب أسوان إن شاء الله بإذن الله تاخد من 60.48%. آداب بلاية عين شمس من 60.48%. كلية تربية نوعية جامعة جنوب الوادي من 60.48%. كلية حقوق حلوان من 60.48%. والمجاميع بالنسبة للأربع كليات دول هيكون من 248 درجة، أي ما تعادل 60.48%. نروح بعد كده لاداب العريش 247 درجه، وكليه تربيه تعليم ابتدائي 247 درجه، وكليه تربيه طفوله مبكره جامعه جنوب الوادي، وكليه تعليم ابتدائي ديت بني سويف عشان بس يبقى الجامعات كلها مذكوره. كليه تربيه طفوله مبكره جامعه جنوب الوادي، وكليه تربيه قناه السويس، وكليه تربيه نوعيه دمنهور رياض اطفال، وكليه حقوق المنوفيه. ده كلهم هياخدوا من 247 طبعا ده المجموع اي بنسبه 60.24%. نروح بقى يعتبر واخيرا لتنسيق كليه العلوم كليه الحاسبات والمعلومات الحد الادنى. نركز بقى عشان نقول احنا ما بنخطاش خلاص كده. كليه الحاسبات والمعلومات الحد الادنى من 88.9%، والحد الاقصى هيكون من 90.24%. يا مستر طب انت كده يعني ممكن تكون لخبطتنا. لا ما لخبطتكش ولا حاجه. الحد الادنى اللي هو اقل جامعه هتاخد من 88.9%. اعلى جامعه مثلا في الحاسبات والمعلومات تقريبا بتبقى المنصوره او اللي هي تعتبر الاماكن البعيده، وتقريبا المنصوره تقريبا السكفت بتكون يعني هتكون جامعه بعيده، هتاخد من 90.24%. خلاص كده. الطب البيطري الحد الادنى من 87.6%. والحد الاقصى للطب اعلى جامعه في المرحله الثانيه هتاخد من 89.51%. كليه علوم الملاحه والفضاء الحد الادنى من 86%. كليه علوم صحيه الحد الادنى من 85.9%. كلية التمريض الحد الأدنى من 83%. والحد الأقصى أعلى كلية تمريض في المرحلة الثالثة أو في المرحلة الثانية هتاخد من 85.6%. كلية علوم التعدين والبترول الحد الأدنى من 82.6%. كلية علوم الحد الأدنى من 81.7%. معهد فني صحي الحد الأدنى هيكون من 81.3%. كلية العلوم العاقة والتهيئل الحد الأدنى من 85.5%. كلية علوم الأرض الحد الأدنى من 80.29%. معهد فني تمريض الحد الأدنى من 74%. وكلية زراعة الحد الأدنى من
69%، وكلية فنون تطبيقية الحد الأدنى من 77.5%، وكلية فنون جميلة الحد الأدنى من 70%، وقلنا دول طبعا ليهم اختبارات قدرات. نروح بعد كده للكليات النظرية اللي هي موجودة لشعبة علم علوم، كلية سياسة واقتصاد الحد الأدنى من 82.6%، كلية ألسن الحد الأدنى من 81%، كلية إعلام الحد الأدنى من 79.68%، كلية آثار الحد الأدنى من 72.3%، كلية تجارة الحد الأدنى من 68.5%، كلية تربية تعليم ابتدائي الحد الأدنى من 64.8%، كلية تربية طفولة الحد الأدنى من 62.7%، كلية تربية طفولة مبكرة الحد الأدنى من 62.97%، كلية الآداب الحد الأدنى من 61%، وكلية الحقوق الحد الأدنى من 61.5%، كلية اقتصاد منزل الحد الأدنى من 60.3%، كلية الخدمة الاجتماعية الحد الأدنى من 58.8%، وكلية تربية نوعية فنية موسيقية الحد الأدنى من 54.7%، وأخيرا بالنسبة يعتبر لشعبة علم علوم كلية تربية عام الحد الأدنى من 70.8%. أما بعد كده لو قلنا على المفاجأة اللي يعتبر فجرتها جريدة الأسبوع، اتكلمت فيه عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علم علوم، وقالت بالتفصيل كده، هقول لكم طبعا الأرقام، وطبعا الأرقام دي على مسؤولية جريدة الأسبوع، لأن الأرقام دي أقل من الحد اللي أنا لقيته بكتير. خلاص كده، تنسيق يعتبر كلية الطب البيطري، هنقول بقى كل الجامعات، مطروح من 353 درجة، جامعة سوهاج 360 درجة، جامعة كفر الشيخ 360.5 درجة، جامعة عين شمس من 359 درجة، جامعة دمنهور من 357.5 درجة، كلية الطب البيطري جامعة القاهرة من 356.5 درجة، طب بيطري جامعة جنوب الوادي من 359 درجة، كلية الطب البيطري جامعة أسيوط من 358 درجة، كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية من 358 درجة، كلية الطب البيطري أسوان من 354.5 درجة، كلية الطب البيطري جامعة العريش من 353.5 درجة، كلية الطب البيطري جامعة بني سويف الحد الأدنى من 353.5 درجة، كلية الطب البيطري جامعة بنها الحد الأدنى من 356.5 درجة، كلية الطب البيطري جامعة المنيا 356 درجة، كلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي الحد الأدنى من 352.5 درجة، كلية الطب طبعا ده كان آخر حاجة لكلية الطب البيطري. نروح بعد كده اللي هي جامعة جنوب الوادي، نروح بعد كده لكلية التمريض، الحد الأدنى لتمريض مطروح 334.5 درجة، الحد الأدنى لجامعة جنوب الوادي 330.5 درجة، الحد الأدنى لجامعة ألمنيا 331 درجة، الحد الأدنى لكلية تمريض جامعة بني سويف 332 درجة، الحد الأدنى لكلية تمريض جامعة أسيوط 332 درجة، الحد الأدنى لكلية تمريض جامعة سوهاج 335 درجة، الحد الأدنى لكلية تمريض جامعة حلوان 335.5 درجة، الحد الأدنى لكلية تمريض الإسكندرية من 333 درجة، الحد الأدنى لكلية تمريض جامعة عين شمس 336.5 درجة، الحد الأدنى لجامعة الحد الأدنى لكلية تمريض جامعة دمنهور 337 درجة، الحد الأدنى لكلية تمريض جامعة الفيوم من 333.5 درجة، وأخيرا الحد الأدنى لكلية تمريض جامعة أسوان 334.5 درجة. طبعا الكلام ده كله والمؤشرات ده كلها على مسؤولية جريدة الأسبوع. أنا حبيت بس أنقل لكم كل الأخبار اللي بتداول، وبكده يكون عرفنا يعتبر موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وعرفنا موعد بدء تقليل الاغتراب، وعرفنا موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة اللي قلنا هتتم على شريحتين، سواء للدور الأول أو الدور الثاني، وكمان صححنا جميع الأرقام كده، يعتبر أوفينا يعتبر مع الطلاب وصححنا كل الأخطاء. دمتم في أمان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.